السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الدارسين بالمدارس الثانوية التجارية والمدارس الثانوية الفندقية. Dear viewers, dear second grade students studying at commercial secondary schools and secondary schools for hotel affairs. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة الإنجليزية. حلقتنا النهاردة هي أول حلقة في السنة الدراسية، إن شاء الله تكون سنة دراسية سعيدة علينا جميعا وتكون سنة دراسية موفقة. هنبتديها النهاردة بـ Unit 1 English at Work. هنبتديها بـ New Vocab وبعد كده هناخد مع بعض Grammar وبعدين هناخد Business Letter. Let's get started. زي ما احنا شايفين مع بعض English at Work ده عنوان اليونت بتاعنا. English at Work بمعنى اللغة الإنجليزية في العمل. اللغة الإنجليزية في العمل. نبتدي بـ Vocabulary. POS is an international company with foreign employees. POS is an international company. International بمعنى دولي. Company بمعنى شركة. يعني شركة POS هي شركة دولية. POS is an international company. يعني هي شركة دولية. International يعني دولي. Company يعني شركة. International company شركة دولية. With foreign employees. Foreign بمعنى أجنبي. Employees بمعنى موظفين. With foreign employees يعني بيشتغل فيها موظفين أجانب. يبقى شركة POS هي شركة دولية بيعمل بيها foreign employees يعني موظفين أجانب. I work for a shipping company. أنا بعمل لshipping company. Shipping company يعني شركة ملاحة. شركة شحن ملاحي أو شركة شحن. Shipping company بمعنى شركة شحن. My company arranges the transport of goods from Egypt to other countries. يعني شركتي arranges بترتب the transport. Transport يعني النقل. Of goods للبضائع. From Egypt to other countries من مصر للدول الأخرى أو للبلدان الأخرى. يبقى نرجع مع بعض كده الجمل بتاعتنا. I work for a shipping company يعني أنا بشتغل في شركة شحن وغالبا شركة شحن ملاحي shipping company. My company arranges the transport of goods from Egypt to other countries يعني شركتي بترتب نقل البضائع من مصر ل other countries للبلدان الأخرى أو للدول الأخرى. Hoda sometimes gets letters, faxes, and emails in English. Some of the correspondence is in English. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هدى في بعض الأحيان gets letters. Letters بمعنى خطابات. Faxes, faxet. And emails, emails البريد الإلكتروني أو الإيميلات in English. يعني هدى بتستقبل الخطابات والفاكسات والبريد الإلكتروني أو الإيميلات باللغة الإنجليزية. Some of the correspondence is in English. يعني بعض المراسلات correspondence is in English. يعني نفهم من ده in letters, faxes and emails are all correspondence. يعني هم من أنواع المراسلات. يبقى إذن letters, faxes and emails are correspondence. هدى sometimes gets letters بتستقبل الخطابات والفاكسات والإيميلات باللغة الإنجليزية وبعض هذه المراسلات بتكون مكتوبة باللغة الإنجليزية. بعد كده هنتناول language function. يعني إيه language functions؟ يعني وظائف اللغة. Language functions يعني إزاي هنوظف اللغة في المواقف المختلفة. إزاي إحنا هنوظف اللغة في المواقف المختلفة. إزاي نتعرض لموقف ونقدر إن إحنا نعبر فيه باللغة الإنجليزية. يلا نتعرف مع بعض. Language functions أول حاجة معانا greeting people. يعني إيه greeting people؟ يعني تحية الأشخاص. إزاي إن أنا أحيي شخص. ممكن ان انا اقول how do you do. How do you do يعني كيف حالك. او ممكن انا مثلا لو في شخص بيزور مصر ممكن ان انا ارحب بيه واقول له ايه welcome to Egypt. Welcome to Egypt يعني انا لما اي احيي شخص ممكن اقول له how do you do على سبيل المثال for example how do you do. او لو في شخص بيزور مصر اقول له ايه welcome to Egypt يعني اهلا بيك في مصر. تاني حاجة معانا introducing people يعني ازاي ان انا اقدم الشخص.
يعني فرضا مثلا ان انا يعني واقفه مع شخص وعايزه اقدم شخص للتاني، ازاي ان انا اعمل كده باستخدام اللغه الانجليزيه؟ نشوف مع بعض. introducing people. This is Mr. وبقول اسم الشخص اللي انا عايزه اقدمه، وليكن مثلا مستر علي. This is Mr. علي، يعني بقول هذا هو مستر علي، او ده يبقى مستر علي. او ممكن لو بقدم شخصين لبعض، مستر نادر، do you know مستر علي؟ يعني يا مستر نادر، حضرتك تعرف مستر علي؟ يبقى انا بقدم الاشخاص لبعض ازاي؟ يا اما بقول this is Mr. او لو انا واقف مع شخصين، يعني بقول واحد مثلا هل انت تعرف الشخص التاني ده؟ يبقى بقول this is Mr. علي او مستر نادر. مستر نادر، do you know مستر علي؟ بعد كده عندنا asking for repetition. يعني ايه asking for repetition؟ يعني طلب التكرار. يعني فرضا ان انا بتكلم مع حد وفي كلام انا ما سمعتوش او مش واضح بالنسبة لي، في الحالة دي انا بعمل ايه؟ ask for repetition، يعني بطلب التكرار، بطلب ان هو يعيد الكلام مرة اخرى. اطلب ازاي؟ اقول في الاول pardon، pardon يعني معذرة، انا ما سمعتش، معذرة، pardon. Could you say that again please? Could you say that again please? يعني ممكن انت حضرتك تقول ده مرة اخرى من فضلك. Could you say that again please? ممكن ان انا اقولها كده، او ممكن اقول Could you repeat that again please? يبقى صح ان انا اقول ممكن تعيد الكلام ده تاني او تكرره، او ممكن اقول ممكن تقول الكلام ده تاني، يبقى pardon. Could you say that again please? بعد كده asking for help. Asking for help يعني طلب المساعدة. أنا بطلب المساعدة، مش بعرضها على حد، أنا بطلب المساعدة. لازم نفرق كويس قوي قوي بين طلب المساعدة وعرض المساعدة. يعني أنا لو بطلب المساعدة بقول Can you help me؟ ممكن أنت تساعدني. طب أنا لو بعرض المساعدة هقول إيه؟ Would you like me to help you؟ Can I help you؟ نفرق كده مع بعض. دي بالنسبة اللي قدامنا دلوقتي، ده asking for help يعني أنا بطلب المساعدة. نشوف كده مع بعض. Can you help me please؟ هل تستطيع أن أنت تساعدني من فضلك؟ Can you help me please؟ Telling the time، يعني إيه telling the time؟ يعني أن أنا أقول الوقت. حد بيسألني على الساعة وعايز أن أنا أبلغه بالوقت أو أقول له الوقت. ممكن ان انا اقولها مثلا it's، وبقول الساعة كام، يعني it's half past seven، يعني الساعة 7:30. ممكن اقولها بطريقة اخرى it's 7:30، يعني الساعة 7:30. يبقى ممكن اقولها it's half past seven او it's 7:30. ممكن انا اقولها بالطريقة دي، ممكن اقولها بالطريقة دي. ده بالنسبة لان انا بقول الوقت. بعد كده giving directions يعني اعطاء الاتجاهات. يعني انا واقف في مكان وفي حد طالب مني مساعده، مش عارف يوصل لمكان. في الحاله دي انا بقول له ازاي؟ يعني go up to the third floor مثلا، على سبيل المثال اطلع فوق في الدور او في الطابق الثالث، او go up to the second floor مثلا، اطلع فوق في الطابق الثاني. it's on your، على يمينك مثلا it's on your right، ممكن انا اقول it's on your left حسب الاتجاه اللي انا عاوزه. يبقى لو انا هبلغ شخص ان هو مثلا يطلع لدور معين، يبقى go up to، وبقول ايه الطابق اللي هو مثلا the third floor the second floor، او it's on your right، على يمينك it's on your left، حسب الاتجاه اللي انا عايزه اقول له عليه. يبقى ده بالنسبه لاعطاء الارشادات او الاتجاهات. بعد كده هنتناول examples of each thing، يعني هندي أمثلة على كل حاجة من الموجودة عندنا دي. give examples of each thing. أول حاجة معنا office equipment. office equipment معنى إيه؟ بمعنى معدات المكتب. زي إيه معدات المكتب؟ أول حاجة معنا computer، تاني حاجة fax، تالت حاجة معنا photocopier. يبقى معنا computer ومعانا فاكس ومعانا فوتوكوبير، دي كلها من office equipment. نكمل مع بعض. في كمان معانا files، دي من ضمن office equipment. files and filing cabinet. filing cabinet اللي هي الخزينة الخاصة بالملفات، أو الدولاب اللي احنا بنحط فيه الملفات بتاعتنا. يبقى files هي الملفات، وfiling cabinet دي الدولاب أو الكابينة الخاصة بالملفات اللي بنحفظ فيها الملفات بتاعتنا. دي كلها office equipment. بعد كده عندنا months أو اللي هي الشهور، January, February, March and so on.
تالت حاجة معانا countries in Europe. يعني ايه countries in Europe؟ يعني بلدان موجودة في أوروبا أو دول موجودة في أوروبا زي ايه؟ France, Italy, Spain and so on. يبقى ده بالنسبة ل countries in Europe أو البلدان الموجودة في أوروبا, France, Italy and Spain and so on. Currencies. Currencies الكلمة دي مش جديدة علينا. Currencies بمعنى العملات. العملات زي ايه؟ باوند, فرانك, ليرا. دي يعني زي ايه؟ عملات كده بنستخدمها. مسمى عملات ده مش جديد علينا, احنا خدناه قبل كده في year 1. Currencies يعني عملات. على سبيل المثال for example باوند, فرانك and ليرا. Location words and phrases. يعني ايه location words and phrases؟ اللي هي الكلمات والعبارات الخاصة بالاماكن اللي بنحدد بيها الاماكن. يعني مثلا اقول in, في, on, على, opposite يعني في مقابل, او at the second floor زي ما خدنا من شوية at the third floor كده. طيب ده بالنسبة location words and phrases, الكلمات والعبارات الخاصة بالاماكن او بتحديد الاماكن. بعد كده عندنا fractions. fractions بمعنى القصور. فاكرين القصور؟ ايوه fractions. زي مثلا عندنا a half. a half يعني ايه؟ نصف. a quarter. a quarter يعني ربع. a third. a third يعني ثلث. يبقى عندنا fractions اللي هي القصور زي a half اللي هو نصف, a quarter ربع, a third اللي هو ثلث. نبتدي بقى ناخد مع بعض زمن المضارع البسيط simple present tense. الأزمنة فايدتها ايه؟ الأزمنة فايدتها ان احنا بنعبر بيها عن التوقيت. يعني انا مثلا بعمل حاجة يوميا, بعمل حاجة بصفة دورية روتين بالنسبة لي, هعبر عنه بأنهي زمن. بعمل حاجة دلوقتي هعبر عنها بأنهي زمن. ده بنحدده من خلال دراستنا للأزمنة. نشوف مع بعض أول زمن هندرسه مع بعض دلوقتي اللي هو زمن المضارع البسيط أو simple present tense. simple present tense بنعبر بيه أول حاجة عن permanent situations or routines. يعني مواقف دائمة معنا أو وضع دائم وروتين أو عادات يومية متكررة. يبقى زمن المضارع البسيط او simple present tense بعبر بيه اول حاجه عن ايه؟ عن permanent situations or routines. يعني وضع دائم, انا في وضع دائم بعبر عنه بزمن المضارع البسيط, او لو روتين او عادات يوميه متكرره. نشوف مع بعض examples. اول مثال معانا I live in Egypt. I live in Egypt يعني انا بعيش في مصر. ده كده وضع دائم. She lives in Egypt. هي تعيش في مصر. He goes to school every day. هو بيذهب إلى المدرسة كل يوم. ده كده روتين يومي. They go to work by bus every day. هم بيذهبوا إلى العمل بواسطة الأتوبيس كل يوم. يبقى ده كده examples ل permanent situations or routine. ده أنا بعبر بيه بأنهي زمن؟ زمن simple present tense أو زمن المضارع البسيط. ناخد بالنا كويس أو من الأمثلة اللي قدامنا, ناخد بالنا من الفعل شكله إيه عشان وإحنا بناخد التكوين بتاعه نكون فاهمين إيه اللي حصل. تمام؟ بعد كده عندنا تاني حاجة ممكن نعبر بيها بزمن المضارع البسيط time tables. يعني أنا لو عندي time table بعبر عنه بإيه؟ بعبر عنه بزمن المضارع البسيط. For example, the next train leaves at 11:35. يعني القطار التالي سيغادر الساعة 11:35 دقيقة. The next train leaves at 11:35. يعني أنا كده بعبر عن جدول زمني. ده جدول متحدد بمواعيد رسمية بنعبر عنه بزمن إيه؟ simple present tense أو زمن المضارع البسيط. نشوف another example. The school day starts at 7:30. يعني اليوم الدراسي بيبتدي الساعة كام؟ بيبتدي الساعة 7:30 دقيقة.
طيب دي كده جداول زمنية، يبقى زي ما احنا شفنا من شوية بنعبر عن permanent situation أو روتين يومي، وبنعبر بزمن المضارع البسيط برضو عن time tables أو الجداول الزمنية. طيب فهمنا من ده إن زمن simple present tense بيتكون من إيه؟ إحنا عندنا ضمائر I, you, we, they، زي ما إحنا شفنا في الأمثلة مع الفعل بيكون بدون أي إضافات، يعني الفعل فقط بدون أي حاجة متضافة عليه. الضمائر he, she, it بيكون معها الفعل مضاف لـ is. يبقى نقول تاني تكوين زمن المضارع البسيط. إزاي بكون الجملة في زمن المضارع البسيط؟ إذا أنا استخدمت الضمائر I, you, we, they مع الفعل، الفعل بيكون عندي بدون أي إضافات، زي ما احنا شفنا في الأمثلة he, she, it. الضمائر دي بستخدم معها الفعل بيكون مضاف لـ is. طب هل ده كده خلاص دي القاعدة بتاعتنا؟ لا، ده في عندنا spelling rules لاستخدام is مع الفعل. نشوف بقى present simple spelling rules ازاي ان انا بحدد ان انا اضيف اس للفعل. هل انا بضيف اس على طول ولا ممكن ان انا بغير شوية؟ اول حاجة معانا اذا كان الفعل بينتهي ب اس 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 اتش سي اتش اكس اور او، لو الفعل بينتهي النهايات اللي احنا شايفينها دي، في الحالة دي انا بضيف اي اس مش بضيف اس بس. يعني انا في مثلا مع الضمير I miss، الفعل هو بدون أي إضافات، هستخدم بقى معاه الضمير he، يبقى لو مع pronoun he يبقى he misses. هنلاحظ إن احنا حطينا أو ضفنا es للفعل. تمام. طيب نشوف الأفعال التانية. I finish، هنا فعل finish ends with yes sh، في الحالة دي بضيف إيه؟ بضيف es، he finishes. I watch، he watches. I mix، he mixes. I go، he goes. يبقى النهايات دي لو موجودة في الأفعال عندنا اللي هي ss, sh, ch, x or o، بضيف في الحالة دي es. تمام؟ كده أظن الموضوع واضح. حاجة تانية بقى، لو الفعل بينتهي بإيه؟ يا إما consonant plus y يا إما a vowel plus y. قبل ما نشرح الجزئية دي لازم نعرف الأول يعني إيه consonant ويعني إيه vowel. عندنا الحروف في اللغة الإنجليزية 26 حرف، بنقسمهم إزاي؟ بنقسمهم vowels وconsonants. يعني إيه vowels؟ اللي هي الحروف المتحركة. الحروف المتحركة زي إيه؟ نقولهم كده مع بعض A, E, I, O, U. A, E, I, O, U دي بالنسبة للحروف المتحركة أو vowel letters أو بنسميها vowels. الحروف بقى الساكنة اللي هي consonants، أي حروف تانية غير الحروف المتحركة بنسميها consonants أو consonant letters. نرجع بقى للقاعدة بتاعتنا مع بعض. A consonant plus y، يعني لو الفعل عندي بينتهي ب consonant حرف ساكن plus y وبينتهي ب y بعده، يعني زي مثلا فعل I study، أنا استخدمت الضمير I مع فعل study. طب أنا لو هستخدم pronoun he وهغير بقى الفعل إزاي؟ هيبقى he studies. في الحالة دي بحول y، بحولها بتبقى I وبضيف es، يبقى I study he studies. I cry، I cry he cries. زي ما احنا ملاحظين إن cry بينتهي ب consonant اللي هو حرف R ومعاه Y، في الحالة دي بحول ال Y ل I وبضيف ليها ES. زي الأفعال إيه؟ I study، he studies. I cry، he cries. طيب نشوف بقى بالنسبة للأفعال اللي بتنتهي ب A vowel plus Y، يعني عندي vowel حرف متحرك وبعده حرف ال Y، في الحالة دي بعمل ايه؟ بسيب حرف الواي زي ما هو، ما بحولوش لآي. يعني I play لما نستخدم pronoun he بيبقى he plays. I play، he plays. تمام؟ دي كده بالنسبة لـ present simple spelling rules. أول حاجة SS, SH, CH,
X or O. دي النهايات بتاعت الفعل عندي وقلنا بنضيف معاها ES. تاني حالة A consonant plus Y، يعني لو حرف ساكن ومعاه Y في الآخر بضيف إيه؟ بحول ال Y ل I وبضيف ES. طب A vowel plus Y في الحالة دي بعمل إيه؟ في الحالة دي بخلي ال Y زي ما هي وبضيف S. نكمل مع بعض زمن المضارع البسيط simple present tense. هنبتدي مع بعض دلوقتي بقى نكون الأسئلة. أول نوع من الأسئلة معانا yes no questions، أسئلة اللي احنا بنجاوب عليها ب yes or no. طيب هنمشي كده مع بعض بخطوات بحيث ان احنا يبقى سهل علينا نعمل سؤال سواء كان في الزمن ده أو في أي زمن تاني. أول خطوة معانا هنشوف الأول الجملة، نقرأ كده مع بعض الجملة. He works every day. He works every day. هو بيعمل كل يوم. نحدد بقى مع بعض الخطوة الأولى بتاعتنا، نحدد مع بعض الفعل بتاعنا. Works. He works every day. دي الجملة بتاعتنا. يبقى الفعل بتاعنا فين؟ الفعل بتاعنا works. طيب أنا حددت الفعل. الخطوة الجاية بقى هعمل إيه؟ الخطوة الجاية إن أنا هشوف الجملة دي فيها فعل مساعد ولا مفيش فيها فعل مساعد. طبعا احنا مفيش عندنا فعل مساعد في زمن المضارع البسيط. يعني ايه فعل مساعد؟ يعني مفيش عندنا will او would او shall او should او can او could have has had verb to be اي فعل مساعد من الافعال اللي احنا قلنا عليها دي. ما عندناش do او does او did، مفيش عندنا اي فعل مساعد. في الحالة دي هعمل ايه؟ في الحالة دي هستعين بفعل مساعد. فعل مساعد زي ايه؟ يا اما دو يا اما داز يا اما ديد. طبعا ديد احنا بنستخدمها مع زمن الماضي، يبقى اذا اللي هنستخدمه ايه؟ يا اما دو يا اما داز. وايه اللي هيحدده هنستخدم دو او داز؟ ايه اللي هيحدد ده؟ اللي هيحدد ده الفعل اللي عندي. الفعل اللي عندي ايه؟ works مضاف لي اس. يبقى في الحالة دي هستخدم داز وهبتدي بيها السؤال بتاعي. يبقى داز. بعد كده ايه التالي اللي هحطه جنب does؟ ايوه هيبقى الضمير بتاعي او الفاعل does he. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هضيف الفعل بتاعي. طب انا هضيف الفعل بتاعي ومضاف لي الاس بتاعته؟ لا، احنا خلاص حطينا الاس مع does. في الحالة دي بخلي الفعل ايه في مصدره؟ does he work every day. does he work every day. وما ننساش طبعا الquestion mark بتاعتنا. يبقى لما أنا أجي أكون سؤال yes no question ببتدي بإيه؟ ببتدي بالفعل المساعد. أنا الفعل بتاعي موجود works وما فيش عندي أي فعل مساعد، فبستعين بإيه؟ بستعين بدو أو بدز. طبعا اللي بيحدد ده زي ما احنا قلنا الفعل هو works عندنا مضاف لي s. في الحالة دي بستخدم does وبضيف بعد كده الفاعل بتاعي he work وبعد كده الفعل اللي هو work. بعد كده بكمل السؤال بتاعي. طيب نشوف كده جملة تانية. لا قبل ما نشوف الجملة التانية نشوف الأول احنا بنجاوب بالإجابة ايه؟ yes he does. طب لو أنا عايزة أنفي أقول لا، يبقى no he doesn't or no he does not. نشوف مع بعض بقى جملة تانية نعمل عليها سؤال. هنكون سؤال على الجملة دي they work every day. they work every day. يلا نحدد مع بعض الفعل. الفعل عندي ايه؟ أيوة الفعل عندي work. طيب في الحالة دي هعمل ايه؟ هبتدي بإيه؟ أنا عندي هنا فعل مساعد؟ لا مفيش عندي فعل مساعد. يبقى هنستعين بإيه؟ هنستعين بدو أور داز. طيب أنا هنا هستخدم دو ولا هستخدم داز؟ أيوة إحنا ما عندناش في الفعل إس لأن إحنا معانا الضمير ذي، الفعل معاها مفيش فيه إس. طب في الحالة دي هعمل إيه؟ هستعين بدو. هنبتدي بدو بعد كده الفاعل أو الضمير اللي عندي دو ذي، وبعد كده الفعل بتاعي work، وبكمل every day question mark do they work every day. طب الإجابة yes they do لو أنا الإجابة بتاعتي مثبتة. طب لو أنا هنفي أقول إيه؟ no they don't أو no they do not. طيب نشوف كده المجمل بتاع yes no questions. أنا بستخدم يا أما does يا أما do. does مع he وshe وit، يبقى does he work today؟ الإجابة بتكون yes he does or no he doesn't. does she work today؟ yes she does or no she doesn't. does it work today؟ yes it does or no it doesn't. طيب بالنسبة لdo
دو بتبقى مع ضماير I, we, you, they اللي بيجي معاها الفعل دايما بدون S في الجمل. طيب Do I work today? Yes, you do or no, you don't. Do we work today? Yes, we do or no, we don't. Do you work today? Yes, I do or no, I don't. Do they work today? Yes, they do or no, they don't. طيب نوع تاني بقى من الأسئلة معانا اللي هي بنسميها WH questions أو الأسئلة اللي بنستخدم فيها كلمات الاستفهام. احنا عندنا كلمات استفهام في اللغة الإنجليزية، كلمات استفهام زي what, where, when, how, who. الكلمات دي أو الأدوات بتاعت الاستفهام لما بنستخدمها في صيغة السؤال، بنستخدمها في السؤال بنسميها WH questions، يعني أسئلة بتحتاج مننا إجابة، مش الإجابة عليها بتكون بيس أو نو، لا بنسأل عن شيء معين في الجملة والإجابة بتاعته بتكون إيه، مش موجودة عندنا في السؤال، يعني ما بتحطهاش زي مثلا yes no questions زي ما احنا شفنا كان الإيه جملة كاملة حاطينها، لا في WH questions هنشيل جزئية اللي هي الجزئية اللي احنا بنسأل عنها ونشوف مع بعض كده هنبتدي yes اللي هي WH questions ازاي. نبتدي كده مع بعض نطبق WH questions مع زمن المضارع البسيط. أول جملة معانا he works every day. He works every day. نفس الخطوات اللي عملناها مع yes no question هنطبقها مع WH question، ولكن هنضيف إضافة صغيرة اللي هي إيه؟ اللي هي الكلمة الاستفهام اللي احنا بنسأل بيها. نشوف كده مع بعض. هنحدد الأول الفعل. الفعل عندي he works، الفعل بعد الضمير he يبقى works، موجود فيه s يبقى he works every day. الفعل بتاعي work works، الفعل ده موجود فيه s. طيب الخطوة الثانية هعمل إيه؟ أستعين بفعل مساعد. انا عندي هنا الفعل ايه works، يبقى اذا هستخدم ايه do ولا does؟ ايوه هستخدم does. طب قبل ما اعمل كده نشوف الاول اداه الاستفهام اللي هستخدمها. ايوه انا عايز اسال when. when يعني متى. طيب بعد كده هعمل ايه زي ما انا اتعودت في yes no question، ببتدي بايه بالفعل المساعد يبقى when does. فين الفعل بتاعي او الضمير اهو he، يبقى when does he work. when does he work انا شلت كلمة everyday عشان دي اللي انا بسأل عنها، امتى امتى هو بيشتغل؟ بيشتغل كل يوم، يبقى when does he work he works every day. طيب نطبق مع بعض في الجملة الثانية they work every day، نشوف مع بعض الفعل فين. ايوه الفعل work. طيب هل الفعل ده مضاف ليه s؟ لا هو مع ضمير they فمش مضاف ليه s. طيب نشوف أداة الاستفهام اللي هنستخدمها أو كلمة الاستفهام when برضو بمعنى متى. طيب الخطوة الثانية بعمل إيه؟ بضيف الفعل المساعد بتاعي do. When do they work? When do they work? When do they work? They work every day. طيب إحنا كده خلصنا زمن المضارع البسيط أو simple present tense. هنبتدي دلوقتي في زمن آخر وهو زمن المضارع المستمر. عايز أعرف إمتى هستخدم زمن المضارع المستمر. ده طبعا بيختلف. زمن المضارع المستمر بعبر بيه عن حاجات يا إما بتحدث الآن يا إما ترتيبات ومواعيد. هنتعرف مع بعض على زمن المضارع المستمر أو present continuous tense. يلا بينا نتعرف عليه. present continuous tense أو زمن المضارع المستمر بنعبر بيه عن temporary things happening now، يعني أشياء مؤقتة تحدث الآن. يعني مثلا أنا بتكلم وأثناء الكلام ده بيحدث. أحمد is writing a letter now. أحمد بيكتب دلوقتي خطاب. أنا بتكلم أهو وأحمد قاعد بيكتب في الخطاب. تمام؟ طيب. The machines are working. يعني أنا أثناء الحديث بتاعي الماكينات شغالة بتشتغل. تمام؟ يبقى temporary things happening now أشياء مؤقتة بس إيه بتحدث أثناء الكلام. نلاحظ برضو من الجمل زمن المضارع المستمر الفعل فيه بيكون شكله إزاي. نلاحظ كده في الجمل بتاعتنا ودلوقتي هنعرف إزاي هنكونه. تمام؟ طيب تاني حاجة في التعبير بزمن المضارع المستمر arrangements and appointments، يعني بعبر بيه عن الترتيبات والمواعيد.
وهنا بيدي معنى شوية لمعنى future، يعني بيدي معنى مستقبل. يعني ايه؟ يعني لما اقول who does meeting Mr. Ali tomorrow، طب مش tomorrow ده مستقبل؟ ايوه، هو احنا بنستخدم زمن المضارع المستمر لما بنكون بنعبر عن ترتيبات ومواعيد. انا رتبت واديت ميعاد، خلاص ده appointment، ده ميعاد، يعني خلاص تمام كده. في الحالة دي هعبر عنه بزمن المضارع المستمر وهيدي معنى المستقبل، يعني الكلام ده مش هيحصل، مش بيحصل دلوقتي، ولكن هيحدث ايه؟ ولا على سبيل المثال مثلا tomorrow، يبقى هدى is meeting Mr. Ali tomorrow. I'm having lunch with them tomorrow، يعني أنا هتناول معاهم طعام الغذاء غدا. أنا رتبت وديت appointment، خلاص أنا كده إيه هتناول معاهم طعام الغذاء غدا. ده بالنسبة للاستخدامات الخاصة بزمن المضارع المستمر. نيجي بقى لتكوين زمن المضارع المستمر أو present continuous tense. بيتكون من إيه؟ بيتكون من verb to be plus verb plus ing. طيب verb to be ليه تصريفات مختلفة مع الضمائر المختلفة، يعني مثلا I بيبقى verb to be بيبقى معاها am، وبنضيف ليها الفعل بقى اللي هو الفعل الأساسي بتاع الجملة ومعاه ing. طيب الضمائر الأخرى you we they بيكون معاها verb to be are، وبنضيف ليها الفعل اللي هو verb plus ing. طيب الضمائر التانية عندنا ضمير he she it، دي verb to be بيكون معاه is ومضاف لي verb plus ing. ده بالنسبة لتكوين زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر تكوينه بقى نراجع كده مع بعض، verb to be plus verb plus ing، يعني verb to be مع I بيكون am، وبنضيف للفعل اللي معاه بنضيف لي ing. you we they بيكون معاها verb to be are ومعاها الفعل مضاف لي ing verb plus ing. he she it الضمائر he she it بنضيف لها verb to be is ومضاف لها verb plus ing. طيب في عندنا exception للقاعدة بتاعتنا، a few verbs do not use the present continuous form، يعني الأفعال اللي احنا هنشوفها دلوقتي مش هينفع ان احنا نستخدم معاها زمن المضارع المستمر، او ما ينفعش ان احنا نحطها في زمن المضارع المستمر. افعل زي for example dislike hate like love need want. dislike بمعنى يعني لا يحب او يكره، hate بمعنى يكره، like يحب، love يعشق، need يحتاج، want يعني يريد. تمام، دي الافعال دي ما ينفعش ان احنا نستخدمها في الفورم بتاع present continuous الزمن بتاعنا. طيب نشوف مع بعض بقى تكوين الاسئله في زمن المضارع المستمر او present continuous tense. ازاي اكون سؤال yes no question مع زمن المضارع المستمر؟ زي ما احنا عرفنا مع بعض زمن المضارع المستمر بيتكون من الفعل اللي هو verb to be والفعل الأساسي مضاف لي ing plus ing. طيب نشوف كده الجملة اللي معانا she is serving a customer. she is serving a customer يعني هي بتقدم خدمة لعميل أو لزبون. طيب أنا أحدد بقى الفعل بتاعي في الجملة، يلا بينا نحدد الفعل. أول خطوة فيه أو خطوة في تكوين السؤال إن أنا بحدد إيه؟ بحدد الفعل. معانا verb to be اللي هو is، ومعانا verb serve اللي هو مضاف لي ing بقى serving. طب في الحالة دي أنا هكون بقى السؤال بتاعي yes no question إزاي؟ هل أنا في الحالة دي هستعين ب do or does أو هستعين ب did؟ لا طبعا أنا مش هستخدم الكلام ده، لأن أنا عندي الفعل بتاعي اللي هو verb to be مش هحتاج لأي فعل مساعد تاني. يبقى في الحالة دي هبتدي بإيه؟ ب is، وبعدين بعد كده هضيف ايه؟ subject او البرناون اللي عندي، الضمير اللي عندي she. يبقى is she serving a customer؟ is she serving a customer؟ طيب الإجابة بالإجابة اللي بالإثبات، يعني بقول ايه؟ yes she is. طب لو أنا هنفي no she isn't or no she's not. طيب بالنسبة لتكوين السؤال في زمن السؤال yes no question في زمن المضارع المستمر. طيب نشوف مثال آخر another example.
They are carrying a box. They are carrying a box. يعني هم بيحملوا دلوقتي شايلين دلوقتي إيه الصندوق. طيب نحدد مع بعض يلا الفعل بتاعنا. عندنا verb to be are وعندنا الفعل الأساسي بتاعي اللي هو carrying. طيب يلا نبتدي نكون السؤال بتاعنا. يبقى أول حاجة هنبتدي بها إيه؟ أيوة verb to be اللي هو are. وبعد كده بضيف الضمير بتاعي أو subject اللي هو they. يبقى are they. Are they الفعل الأساسي بتاعي فين؟ هو carrying. Are they carrying a box؟ فالإجابة بقى بتكون yes they are or no they aren't or no they are not. نوع آخر بقى من الأسئلة هنكونها مع بعض زي ما احنا شفنا برضو في زمن المضارع البسيط. هنعمل نفس الشيء برضو في زمن المضارع المستمر. هنستخدم أو هنكون WH questions أو الأسئلة اللي بتحتاج أدوات أو كلمات استفهام. يلا نبتدي بأول جملة معنا. They are carrying a box. عايزة أبتدي بأداة استفهام مناسبة. هنشوف الأول قبل ما نبتدي بأداة الاستفهام هشوف الفعل اللي عندي are أهو verb to be ومعايا الفعل الأساسي اللي هو carrying. نشوف أداة الاستفهام يبقى what. What بمعنى ماذا. طيب الخطوة الثانية ان انا هحط هنقل الفعل اللي هو ايه الفعل بتاعي اللي هو verb to be. What are they carrying هم شايلين ايه. What are they carrying ماذا يحملون. الإجابة هتكون they are carrying a box. أنا شلت كلمة box عشان هي دي الإجابة. يبقى what are they carrying? They are carrying a box. طيب نشوف الجملة الثانية. She is serving a customer. She is serving a customer. هي بتخدم أو بتقدم الخدمة لعميل أو لزبون. يلا مع بعض نحدد الفعل بتاعي أو بتاع الجملة. Is she is serving a customer يبقى الفعل verb to be is والفعل الأساسي بتاعي اللي هو serving. يبقى she is serving a customer هي بتخدم الزبون. يبقى عندنا الفعلين اللي هو verb to be is والفعل الأساسي serving. طيب نبتدي بأداة الاستفهام who. طيب بعد كده هضيف ايه. ايوة هضيف الفعل بتاعي verb to be يبقى who is وبعدين subject أو pronoun اللي عندي. Who is she serving? Who is she serving? She's serving a customer. Who is she serving? She is serving a customer. ده بالنسبة لتكوين الأسئلة اللي هي WH questions في زمن المضارع المستمر أو present continuous tense. طب أنا لو عندي صورة زي دي وعايزة أعبر عنها بزمن مناسب. أنا في زمنين ممكن أعبر بيهم اللي هو زمن present simple tense أو simple present tense و present continuous tense. ممكن أعبر بزمن المضارع البسيط وأعبر بزمن المضارع المستمر. طب هعبر إزاي بهم هما الاثنين؟ يعني الحاجة اللي بتخص الروتين أو المواقف البرمننت الدائمة في الحالة دي بستخدم زمن المضارع البسيط. طب لو أنا عندي حاجة عايزة أوصفها بتحدث الآن زي ما أنا شايفة في الصورة دلوقتي يبقى في الحالة دي هستخدم زمن المضارع المستمر. يعني أنا لو هسأل سؤال على الصورة دي Where does Amr work? Where does Amr work? هو بيشتغل فين؟ إحنا زي ما إحنا شايفين He works in an office. He works in an office. يبقى أنا استخدمت زمن المضارع البسيط علشان أعبر عن المكان اللي هو شغال فيه. هو بيروح المكان ده بصفة روتينية. ده روتين بالنسبة له وعادات يومية زائد ان هو permanent situation هو بيشغال في المكان ده يعني على طول. طيب يبقى where does Amr work? He works in an office. ده استخدام زمن المضارع البسيط للصورة اللي قدامنا. طب انا لو هعبر عن الصورة دي بقى بزمن المضارع المستمر هعبر عنها ازاي؟ ايوة يبقى انا هعبر عنها أقول مثلا What is he doing? What is he doing now? مثلا هو بيعمل إيه دلوقتي؟ أنا شايفاه دلوقتي He's typing a letter on the computer. يعني هو دلوقتي قاعد بيكتب خطاب على الكمبيوتر. أنا بوصف حاجة بتحدث قدامي دلوقتي أثناء الكلام. يبقى أنا عبرت عنها بزمن المضارع المستمر.
يبقى زي ما احنا شوفنا في الصورة، بعبر عنها بطريقتين، يا اما روتين اللي هو الشغل بتاعه اللي هو he works in an office، او ان انا بعبر عنها بشيء بيحدث الان اللي هو ايه he's typing a letter on the computer. ده بالنسبة للأزمنة اللي معانا. طيب نيجي بقى لحاجة مهمة جدا جدا، استخدام ايه business letter او الخطاب التجاري. الخطاب التجاري من اهم الحاجات اللي هندرسها في خلال السنة. الخطاب التجاري احنا بنستخدمه مثلا لو في شخص عايز يخاطب شركة او في شركة عايزة تخاطب شركة، يبقى الخطاب التجاري هو خطاب رسمي formal letter، يعني هو خطاب رسمي. بنستخدمه امتى؟ لو انا كشخص عاوز ان انا اخاطب شركة او شركة عايزة تخاطب شركة اخرى، في الحالة دي بنكتب ايه او بنستخدم ايه formal letter اللي هو business letter او الخطاب التجاري. في اساسيات لازم نعرفها في كتابة الخطاب التجاري، نشوف مع بعض ازاي هنكتب الخطاب وهنقسمه ازاي. نشوف كده مع بعض business letter او الخطاب التجاري. لازم اكون عارف ايه اللي هكتبه ناحية اليمين وايه اللي هكتبه ناحية اليسار. زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة، انا هحدد اللي هكتبه ناحية اليمين. يعني انا عندي مثلا هكتب ناحية اليمين البيانات الخاصة بكاتب الرسالة اللي هو ايه المرسل. البيانات الخاصة بالمرسل هنكتبها ناحية اليمين، the writer's name اول حاجة، بعد كده the company الشركة بتاعته او الشركة اللي هو بيشتغل فيها، وبعد كده the address، وبعد كده city and code number. يبقى انا اذا موجود عندي او متوفر عندي بيانات الكاتب الخاصة بكاتب الرسالة او الراسل، في الحالة دي انا بكتبها ناحية ايه؟ بكتبها ناحية اليمين زي ما احنا شايفين كده على الشاشة، the writer's name, the company and the address and city and code number. تمام، دي كده الترتيب بتاع البيانات اللي انا بكتبها، دي كده الترتيب بتاعها. يبقى انا ناحية اليمين بكتب ايه؟ ناحية اليمين دي بتكون خاصة بالبيانات الخاصة بكاتب الرسالة او بالراسل. يبقى ناحية اليمين بتكون البيانات الخاصة بكاتب الرسالة او بالراسل. بترتيبها بيكون ازاي؟ the writer's name اسمه، the company شركته، the address عنوانه، and city and code number والمدينة ورقم الكود الخاص بالمدينة. طيب في حاجة تانية انا بكتبها برضو ناحية اليمين، ايوة date التاريخ بتاعي. التاريخ ده بيكون متحدد، يعني في الامتحان بيجي لك في السؤال بيقول لك use today's date or write today's date، اكتب تاريخ اليوم. ده بالنسبة للخطاب التجاري الجزئية اللي بكتبها ناحية اليمين. انا قدامي لسه الصفحة، انا خلصت ناحية اليمين. ناحية اليسار بقى بكتب ايه؟ البيانات الخاصة بقارئ الرسالة اللي هو المرسل اليه اللي هيستقبل الرسالة بتاعتي، the reader's name اول حاجة، the reader's job اللي هي وظيفته، بعد كده the name of the company الاسم الشركة اللي بيعمل بيها، و address العنوان بتاعه، و city and code number والمدينة ورقم الكود. يبقى دي البيانات الخاصة بايه؟ البيانات الخاصة بالمرسل اليه. كل شيء انا بكتبه في الخطاب بيكون ناحية الشمال او ناحية اليسار، ما عدا بيانات الكاتب او راسل الرسالة دي بتكون ناحية اليمين مع التاريخ. طب ناحية الشمال انا بكتب ايه؟ بكتب زي ما احنا شايفين كده the reader's name اللي هو بيانات الخاصة بقارئ الرسالة او المرسل اليه اللي هيستقبل الرسالة، the reader's name, the reader's job وظيفته، the name of the company اسم شركته، address عنوانه، city and code number المدينة ورقم الكود. طيب احنا كده خلاص خلصنا البيانات، انا كتبت بيانات الكاتب اللي هو المرسل للرسالة، وده ناحية اليمين، وكتبت التاريخ تحتها، ورحت ناحية الشمال وكتبت ايه بيانات المرسل اليه او البيانات قارئ الرسالة، ده ناحية الشمال زي ما احنا شايفين. طيب انا خلصت البيانات دي كلها، لسه فاضل ايه؟ ايوه لسه هبتدي بقى الخطاب بتاعي. تمام، الخطاب بتاعي اول حاجة بكتب كلمة dear، dear بمعنى عزيزي dear،
وبعدين بضيف ليها the reader's name اللي هو اسم المرسل إليه أو اللي هيقرأ الرسالة بتاعتي. تمام؟ طيب أنا لو عندي الاسم مثلا وليكن مستر جون سميث، هل أنا هحط dear مستر جون سميث؟ لا، أنا بحط dear ومستر بلس اللي هو إيه اللقب بتاعه اللي هو surname بتاعه، يبقى dear with the reader's name اللي هو اللقب بتاعه، يبقى مثلا وليكن مثلا dear مستر سميث. دي البداية، خليكوا يعني ملاحظين معايا البداية دي علشان ممكن هنشوف بداية أخرى دلوقتي. يبقى أنا لو عندي الاسم بتاع المرسل إليه أو اللي هيستقبل الرسالة بتاعتي، عندي الاسم بتاعه بكتبه جنب كلمة إيه؟ جنب كلمة دير، يبقى دير مستر واللقب بتاعه يبقى دير مستر سميث. طيب أنا كتبت الاسم بتاعه، بعد كده المفترض ان انا هعمل ايه؟ هكتب the content of the letter، وده المحتوى ده بيكون متوفر عندك في السؤال، يعني هو بيقول لك هتكتب ايه بالظبط في السؤال بتاع letter. تمام؟ يبقى انا ابتديت الخطاب بتاعي dear Mr. Smith وكتبت ال content او المحتوى بتاع الخطاب بتاعي. لسه فاضل الخطوة اللي بعدها ايه؟ الخطوة اللي بعدها ان انا انهي الخطاب بتاعي. اذا انا ابتديت ب dear Mr. وكتبت الاسم اللي هو اللقب بتاعه، يعني في الحالة دي بنهي بايه؟ yours sincerely، والجزئية دي مهمة جدا جدا لأن معظمكم بتلخبط فيها. يبقى إذا dear Mr. Smith أنهي بإيه؟ أنهي بyours sincerely، وبعد ما أنهي بyours sincerely بعمل إيه؟ بكتب signature بتاعي. signature بتاعي اللي هو إيه؟ التوقيع بتاعي، بوقع الخطاب باسم مين؟ باسم اللي كاتب الخطاب طبعا، اللي هو the writer's signature. يبقى بوقع باسم اللي إيه؟ اللي كاتب الخطاب، وده بيكون عطي لك البيانات بتاعته. بعد كده بعد ما بوقع باسم اللي هو الكاتب بتاع الخطاب، بكتب ايه؟ the writer's name and job. هو لو متوفر عندك الجزئية دي بتكتب ايه؟ اسمه ووظيفته. لو مش متوفر عندك وظيفته بتكتب اسمه مرة اخرى. تمام؟ يبقى انا ببتدي الخطاب بتاعي dear mister وبقول اللقب وبكتب المحتوى، وطالما ابتديت dear mister وكتبت الاسم او اللقب بتاعه بنهي بايه؟ yours sincerely، وبنهي بقى ايه؟ بالتوقيع بتاعي، وبعد كده بكتب the writer's name and job. طيب فرضا ان انا مثلا يعني احنا شايفين اهو the reader's name اللي هو المرسل اليه dear ومستر واللقب. الجزئيه دي مهمه جدا ولازم ايه؟ تاكدوا عليها. طيب لو انا عندي بقى الاسم المرسل اليه مش موجود، في الحاله دي انا بعمل ايه؟ في الحاله دي انا بكتب dear وبحط جنبها dear sir، يبقى dear sir او madam لو هي سيده. يبقى لو هو عندي he's a man بكتب ايه؟ dear sir. طب لو انا my letter is addressed to a woman، لو انا الخطاب بتاعي موجه لسيده، في الحاله دي بكتب ايه؟ dear madam. تمام؟ يبقى dear sir or madam، وبكتب بقى المحتوى بتاعي عادي the content of the letter. طيب بنهي بايه بقى في الحاله دي؟ بنهي بyours faithfully. فاكرين البدايه والنهايه اللي احنا قلناه من شويه اللي هو dear Mr. Smith yours sincerely؟ طبعا الوضع هنا يختلف، انا هنا ابتديت ب dear sir وبعد ما كتبت المحتوى بتاعي بنهي بايه؟ yours faithfully. يبقى اذا dear sir بنهي بايه؟ yours faithfully. نهتم جدا بالجزئيه دي علشان دي بتلخبط مجموعه كبيره جدا منكم. يبقى ببتدي ب dear sir لو انا مش متاح ليا الاسم او مش موجود من ضمن الانفورميشن او الداتا اللي عطاها لي، في الحاله دي بكتب dear sir، وبعد ما اخلص المحتوى بتاع او the content of the letter بكتب yours faithfully، وبعد كده بكتب the writer's signature وبكتب بعدها the writer's name and job. تمام. ممكن ناخد exercise خفيف كده. Supply the missing parts in the following dialogue. Do you need any stationery؟ عندنا شخصين بيتكلموا. Do you need any stationery؟ هل تحتاج أي أدوات مكتبية؟ نشوف كده الإجابة. Yes I. أيوة هيبقى yes I do. I haven't في عندنا space any envelopes. I haven't. أيوة ليس موجود لدي. I haven't got any envelopes. اوكي، في عندنا بقى الشخص اللي بعده في space you want brown وبعدين another space white envelopes. يبقى do you want brown or white envelopes؟ قال له brown please. طيب
كده ده احنا يعني اخدنا اكسرسايز خفيف على يونت 1، وان شاء الله الحلقة الجاية هناخد يونت 2 وهناخد اكسرسايزز مور اكسرسايزز على الجزئية اللي احنا شرحناها النهاردة والجزئية اللي هنشرحها ان شاء الله في يونت 2. زي ما احنا خدنا مع بعض، خدنا النهاردة ازاي ان احنا نعبر بزمن المضارع البسيط، زمن اللي هو simple present tense، وخدنا ازاي ان احنا بنكونه مع ضمائر I, we, you, they، بنستخدم الفعل بدون S، و he, she, it بنستخدم الفعل مع S، واخدنا زمن المضارع المستمر اللي هو present continuous tense، واخدنا ان هو بيعبر عن حاجتين، يا اما اشياء تحدث اثناء الكلام او ان هي اشياء ترتيبات ومواعيد appointments and arrangements، وخدنا ازاي بنكونه من verb to be مع الفعل مضاف لي ing، وخدنا مع كل ضمير يبقى I am plus verb plus ing، we, you, they بنستخدم are plus verb plus ing، he, she, it بنستخدم معها is plus verb plus ing، وخدنا ازاي بنكتب الخطاب التجاري، ازاي بنبتديه وازاي بنهيه، زي لما بنقول الاسم بننهي بيورز sincerely، زي لو مش عندنا اسم المرسل اليه بننهي بيورز faithfully. وبكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. I hope you enjoyed our episode today and found it useful. Until we meet next time ان شاء الله، my best wishes to you all.